تعتمد على المستويات المسؤولية في استقبال اللاجئين السوريين. هذه الأزمة استمرت لفترة طويلة، تداعياتها الكارثية امتدت ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن وصلت إلى أوروبا وغيرها. هذه الأزمة يجب أن تنتهي، ويجب أن تنتهي من خلال حل سياسي، لأنه ما من حل عسكري. Jordan therefore supports the Geneva process. سوريا على أراضيها، هناك أرضية نتفق معها على إيجاد حلول سياسية استنادا على جنيف 1 ثم قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد، وهو الرقم 2245. نحن لدينا جهود هامة جدا لوقف إطلاق النار على كافة الأرجاء والأراضي السورية. يجب أن نرسي آلية لوقف إطلاق النار وآلية سياسية لحل هذا الصراع. يجب أن نقدم كل ما نستطيع أن نفعله لإيقاف عمليات القتل والدمار في كل أنحاء سوريا، كما أيضا نساعد الدول التي تستضيف اللاجئين لتقديم الدعم لها ورفع المعاناة لمن هم تحت خط الفقر. هناك آمال كثيرة، وهناك تطرف والأيديولوجيات التي تستمر في هذه الدول لتحقق حالة من الصراع. يجب على السوريين السعي كذلك لبناء دولتهم وأن يسود السلام مرة أخرى. دعنا نعمل بصورة جماعية كمجتمع دولي من أجل عودة اللاجئين مرة أخرى لبلادهم عندما تتحسن الظروف وتؤتي ثمار التازة التعاون، طبقا لقانون الدولي الإنساني وإجبار هذه الدول على حماية شعوبها. لعقود كثيرة تقدم الأردن دائما قدراتها المالية لمساعدة هؤلاء اللاجئين على أراضيها. إن أعداد اللاجئين يزداد كثيرا على دولة الأردن وأصل إلى عدد 2.2 مليون، وهو أكبر سجل للاجئين في العالم سواء مما يتعلق باللاجئين من دول أخرى. نحن نساهم كذلك بمساعدة من جانبنا من خلال إطار إقليمي وعالمي لتحقيق الاستقرار والأمن. هناك طرق لم نعهدها من قبل، ولكن الأردن تضع دائما نموذجا يتماشى مع المجتمع الدولي لحماية اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات والحياة الكريمة لهم. كل ذلك بالرغم من الفشل في توفير الحالات الأمنية والحالة الأمنية في سوريا والحدود. نحن نستضيف قرابة 1.3 مليون من اللاجئين السوريين، وهذا عدد كبير، وهو يمثل ما يقرب 20% من سكان الأردن، وهذا ما يعادل 200 مليون مما اللاجئين على مستوى العالم. إن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي يسعى كذلك لتقديم الدعم والمالي لهؤلاء اللاجئين كما تفعل الأردن. هذا التدفق الكبير لهؤلاء اللاجئين نتيجة الأزمة السورية قد تدعونا جميعا لتوحيد قدراتنا وجهودنا لمساعدتهم. إنه يؤثر على كافة جوانب الحياة في المملكة الأردنية. هناك دراسات عديدة تتعلق منذ العديد من السنوات لتقديم دعم كبير لهؤلاء. هناك أيضا أموال يتم توفيرها بصورة مباشرة وغير مباشرة لتقديم الدعم لهؤلاء. نصل إلى حوالي 3.1 إلى 5 مليون يورو. هذه المشكلة والصراع الإقليمي يدفعنا جميعا أن نسعى لتحقيق التنمية ومكتسبات ونجاح لتقديم الدعم المستمر لهؤلاء اللاجئين، وكذلك تحقيق التنمية المستدامة في هذه الدول. هناك استثمارات نحن في حاجة إليها خلال الأعوام الماضية لمواجهة هذا التدفق غير المسبوق
لأعداد اللاجئين، ونحن نسعى كذلك لمساعدة كافة القطاعات لدعمها. نحن في موقف يزداد سوءا يوما بعد يوم، ونحتاج إلى كثير من الجهود لاستضافة هؤلاء النازحين واللاجئين. على المجتمع الدولي السعي لتحقيق ذلك. كان مؤتمر لندن سعى كذلك لإيجاد حلول ومواجهة تلك التحديات وإنقاذ حياة الآلاف الذين يعانون من هذا الصراع في سوريا. نحن نسعى لنستجيب كذلك إلى احتياجات الدول المجاورة. هذا المؤتمر يعد علامة هامة جدا لإعادة صياغة الاحتياجات والمنطقة ودعم الدول المجاورة لسوريا التي تستضيف هؤلاء اللاجئين بدعمهم بكافة الاتجاهات، خاصة الجوانب المالية. العام الماضي قامت الأردن وشركائها بمواجهة تحديات اقتصادية لاستيعاب هؤلاء اللاجئين، والأردن شاركت في مؤتمر لندن ودعت إلى الاستثمار ومعاونة هؤلاء اللاجئين والتخفيف من حدة هذه الكوارث الإنسانية. نحن نسعى لدعم التجارة وخلق فرص اقتصادية كبيرة ودعم الاستقرار وكذلك تحسين الوسائل وطرق المعيشة لهؤلاء اللاجئين. بدعم المجتمع الدولي في عام 2016 حقق نتائج إيجابية. لأول مرة يصل الدعم حوالي 61% مقارنة ب 31% في السابق. نحن نسعى مع الاتحاد الأوروبي كذلك لمزيد من حرية التجارة وخلق وظائف وتدريب هؤلاء الأردنيين واللاجئين السوريين لمستوى جيد من الحياة. هناك 90% من هؤلاء اللاجئين السوريين يدخلون الآن المدارس الأردنية. 45,000 نوفر لهم وظائف للعمل ومعسكرات داخل الأراضي الأردنية. سيداتي سادتي، إن الأردن أنهكت كذلك ووصلت إلى حد كبير جدا فيما يتعلق بتوفير الموارد لهؤلاء اللاجئين، ونحن في حاجة إلى بناء وقدرة للبنية الأساسية ودعم هؤلاء اللاجئين. دون دعم كامل من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي سيؤثر ذلك على قدرة الأردن في تقديم هذه المساعدات والحياة الكريمة للسوريين على أراضيها، نظرا لضعف الإمكانات كما تعلمون. كما أننا نخشى أن يؤثر هؤلاء اللاجئين كذلك على الحياة للأردنيين. نحن في موقف هام جدا، نحتاج لاستثمارات كبيرة في الأردن لمواجهة هذه الصراعات وهذه المشكلات التي يواجهها اللاجئين. نريد مصادر مالية من الدول المانحة لكل الدول التي تستضيف هؤلاء اللاجئين. المجتمع الدولي عليه الاستمرار في تقديم الدعم المالي الكامل للأردن لمواجهة هذه التحديات. هناك أولويات تتعلق بمشروعات البنية الأساسية وهي أولوية أولى لنا. تواجه الأردن في هذا الصراع ما يقرب من 90% من السوريين في معسكرات خارجية. الأردن تلتزم بتقديم الدعم الهام لهؤلاء السوريين ماديا لتوفير حياة كريمة لهم، ولكن ذلك يؤثر على استقرار الدولة. ما زال لدينا نسعى أيضا لمساعدات من صندوق النقد الدولي وباقي الدول المانحة لتحقيق مساعدات مالية ومن البنك الدولي وكذلك تسهيلات عديدة. نحن
نعتمد على الاتحاد الأوروبي وشركائنا الآخرين لدعمنا ومساعدتنا في إيجاد طرق ووسائل كثيرة للاستثمار لتحقيق التقدم والاستثمار في الأردن لمواجهة هذه المشكلات. نحن في الأردن نواجه هذه التحديات وكموقعنا من الناحية الجغرافية والاقتصادية والسياسية في نقطة ومحور هام في المنطقة، نسعى لتحقيق الاستقرار والإصلاح والتعاون والتطوير والتنمية. نحن على استعداد أن نقدم كل الدعم من جانبنا لإعادة بناء سوريا وتحقيق نتائج في البنية الأساسية في هذه المنطقة. نحن في هذه المنطقة نسعى لتقديم كل ما نستطيع، وفي النهاية أكرر أمامكم وأقدر كافة الجهود الدعم التي يقدمها المجتمع الدولي لمساعدة الأردن في هذه المحنة القاسية لتحقيق الاستقرار والأمن وإيجاد حل لهذه المشكلة. دعني أذكر الجميع بأن الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين ليست لديهم الموارد الكافية لتقديم الدعم المطلوب لهؤلاء اللاجئين، فهذه الأزمة الطاحنة تحتاج لمعم الجميع لمواجهة الحالات الإنسانية، ومن ثم فإننا ملتزمون أمام المجتمع الدولي أن نعمل جميعا بصورة جماعية منذ مؤتمر لندن لتقديم الدعم للأردن لملء الفراغات وتحقيق القدرة على مواجهة هذه التحديات، ونحن مستمرون لتاريخنا الكبير في مواجهة هذه التحديات والعمل معكم.